فريق مؤسسة شباب البيرة لكرة القدم وتفاصيل أخرى تتعلق بهذا العنوان مع المدير الفني لمؤسسة شباب البيرة السيد وليد فارس. أسعدت صباحا بكل الخير كابتن وليد. يسعد صباحك إليك ولجميع المستمعين والمشاهدين. أهلا وسهلا بك. يعني نتحدث بعد أن أعلنت هيئة الإدارة لمؤسسة شباب البيرة حل فريقها الأول لكرة القدم، هنالك أسباب أكيد وقفت وراء حل هذا الفريق، إن أمكن أن توضح لنا الصورة الحقيقية وراء اتخاذ مثل هذا القرار. في البداية القرار هذا ما جاش من فراغ، لأن في ضائقة مالية موجودة في النادي. صراحة احنا الضائقة المالية الموجودة في النادي بلشت ظهور تبعها خلال فترة الكورونا خلال ثلاث سنين. احنا من اقل الفرق اللي في دور المحترفين الرواتب اللي بندفعها للاعبين، يعني عندنا ميزانية من اقل الميزانية اللي بتكون بين الاندية المحترفين. تقريبا المحترفين بلزمنا احنا عشان نغطي المصاريف تبعتنا تقريبا 350 الف دولار سنويا للاعبين الفريق الاول. نعم. طب ماذا عن دعم الاتحاد بصراحة في مثل هذه القضايا؟ يعني هل كان نقص وشح الدعم من قبل الجهات الرسمية ممثلة بالاتحاد هي أيضا أحد الأسباب المساهمة في اتخاذ مثل هذا القرار؟ بالطبع. أول شيء احنا بدناش نحمل الاتحاد بالمسؤولية الكاملة، الكل عليه مسؤولية، المجتمع المحلي، أهل البلد، الاتحاد الفلسطيني عليه مسؤولية، الجميع له مسؤولية بالنسبة تجاه الأندية، لأن هذه الأندية أندية فلسطينية بالإجماع، ولازم احنا نحافظ عليها ونبنيها عشان الهدف الرئيسي اللي احنا نوصل له اللي هو تربية الأجيال واللي هو خروج لاعبين مميزين للمنتخبات. الاتحاد له دور كبير في هذا الشيء. اول شيء احنا بنقدر نكون من حد فتره الكورونا من 2019 2020 احنا بنعرف ان الاتحاد بقى يصرف للانديه منحه الرئيس اللي هي تقريبا 75 الف دولار. نعم. هذه المنحه احنا قبل ثلاث ايام انصرفت المنحه تبعت الرئيس اللي هي تبعت 2019 2020. نعم. قبل ثلاث ايام. راعي رسمي لدوري، احنا مش عارفين الراعي الرسمي اذا في هناك راعي رسمي للدوري ولا فيش راعي رسمي للدوري، يعني انت دائما قبل السنين اللي فاتت كان يكون هناك راعي. صحيح. نعرف المبلغ اللي جاينا من الراعي، نعرف المبلغ اللي جاينا من الاتحاد، على اساسه يكون هناك تنظيم للموارد اللي هي الدخل الموجودة على النادي والمصاريف الموجودة على النادي. حاليا احنا خلال فترة الكورونا اللي هي ثلاث سنين صارت أزمة صحيحة على جميع الأندية وعلى برضه في فلسطين، وبتعرفي انه يعني أول شيء قلة المتبرعين، لأن احنا بكى الدخل تبعنا خلينا نكون صراحين بكى عندنا يكون في مهرجان، من المهرجان هذا نسوي دخل عشان ندعم الفريق الرياضي. من أمريكا من المغتربين خارجيا كان هناك دعم، من بعض الشركات الموجودة في فلسطين مش كثرة كان هناك دعم، والاتحاد الفلسطيني، فكنا احنا ملتزمين في دفع المبالغ للاعبين وكنا ملتزمين وكان ما في عندنا ديون. بس يوم اجت جائحة كورونا أثرت علينا كثير، بطل في عندنا مهرجان يدخلنا دخل، القاعات اللي كان عندنا بعض الموارد اللي هي الخاصة زي قاعة النادي وإشي الأعراس والأفراح طبعا ما كانش فيه لا اعراس ولا افراح. نعم. الملعب البيتي اللي هو اساس، يعني انت كنت تلعب على الملعب البيتي كان يوفر عليك انك انت تطلع مشاوير خارج البلد ويوفر ايضا المواصلات والتكاليف الاخرى والجهد والوقت. صحيح. صحيح. هذا برضه ساهم، يعني كل هذا الدخل توقف. في المقابل ان انا باعتقاد ان الفيفا في الفتره في الكورونا بجوز دعم جميع الاتحادات اللي برا في اوروبا وفي فلسطين وفي اسيا جميعها دعمهم مصاري. باعتقادي ان احنا اخذنا جزء من المبلغ يعني من دعم الفيفا بس ما كانش كافي انه يوقف الفريق عجله. فتحملت اداره النادي خلال الثلاث سنين هذول رئيس النادي والاداره الموجوده تحملت العبء الاكبر من توفير المصاري للاعبين، توفير العائد المادي. لكن ربما وصلت لمرحلة كابتن وليد إلى أنها أصبحت مرهقة، مثقلة تماما، ولم يعد بمقدورها أن توفر هذه التكاليف المادية للفريق، أليس كذلك؟
طبعا طبعا انا بحكي لك طبعا، يعني انت بتحكي عن رئيس نادي عندنا تقريبا دافع فوق المليون ونص شيكل من جيبته الخاصه. يعني برضه يعني حرام، حمل ثقيل. بتحكي عن مثلا نائب الرئيس، بتحكي عن ناس من الاداره دافع من جيبتها، يعني لازم يكون هناك وقفه جاده من قبل. ان احنا يعني كمؤسسه رياضيه في وظيفه من اتجاه اتحاد كره القدم الفلسطيني اتجاه المؤسسات الموجوده في البلد، في وظيفه اتجاه الناس اهالي البلد اتجاه هذه المؤسسه، الشركات الموجوده في البلد لدعمها. فاحنا ما بنقدر، انا بحكي لك اياها بكل صراحه، ما بنقدر نصير نصابين، ولا بنقدر نصير ان احنا نتواعد مع اللاعبين ونقول لهم تعالوا، وهذا ما نقدر نعطي اللاعب حقه. لكن بعد اتخاذ مثل هذا القرار بصراحة كابتن وليد، لم يكن هنالك أي تحركات سواء على مستوى الجهات الرسمية بغض النظر عن مسمياتها، أو حتى على مستوى المجتمع المحلي والمدني؟ يعني ألم يحرك أحد ساكنا بعد الإعلان عن مثل هذا القرار، خاصة أننا نتحدث عن فريق يعني متميز وللأسف بات مصيره، يعني بدلا من أن يكون بيته الملعب أصبح المنزل الأساسي، فبالتالي ماذا عن التحركات؟ في تحركات، أنا بحكي لك أن في بعض الاتصالات جرت من اتحاد كرة القدم الفلسطيني، بعض الناس المهتمين في الفريق، بعض الأشخاص يعني بتسألوا، بس مش هالتحركات اللي أنت ردة الفعل تكون قوية تجاه النادي. يعني هذا، وأول شغلة أنا بقدر أحكي لك إياها، أن إحنا برضو عقبانين على الهيئه العامه الموجوده في النادي في المؤسسه، عقبانين على ناس اهل البلد. يعني برضه هذا الشيء عتب، يوم انت تسوي تكون في عندنا 8 سنين اداره موجوده وتيجي تقدم تقول تعالوا بدنا نسوي اداره جديده وبدنا نقوم بترشيح ناس جدد، للاسف الشديد ما تلاقيش الناس جايه، ما تلاقيش الناس مقدمه على الادارات. وهذا انا عارف التخوف الموجود، التخوف الموجود ان اي واحد بده يدخل اداره بده يتكلف في مصاريف ممكن يعني غالية الثمن، يعني بيدفع ثمن باهظ انه ينزل في الإدارة، فالناس بتتهرب انها تنزل في الإدارات هذه. نعم. احنا اللي بنطالبه، احنا اللي بنطالبه كمؤسسة ولا كنادي ولا شيء، احنا إمكانياتنا بسيطة، يعني احنا بندعم ولادة النادي الموجودين عندنا. ندفع تكاليف بسيطة من أجل المحترفين، يعني تكلفتنا يعني ممكن 35,000 دولار في الشهر يقدروا يكفوا النادي حالياً. فاحنا بهمنا ان يكون عندنا موارد عارفين ان احنا نجيب المصاري، يعني احنا ويكون هنالك ديمومه لهذا المصدر كابتن وليد، يعني مش يكون عندنا كل مبلغ بوقته وخلص، واذا خلص المبلغ خلص بطلنا نقدر. صحيح. انا شو بدي في المصاري اذا بدها تجيني بعد 3 سنين بعد ما يصير علي دين؟ صح. انا اذا انا بلشت دخلت الدوري بدي يكون عارف انا ان جاييني، مثلا انا ما بقول للاتحاد وكل الانديه ان انا ما معطيكم مصاري، لا في منحه رئيس ولا في شيء، وروحوا دبروا حالكم. وهذا برضو انا بحكي لك اياه غلط، لان احنا مش كدور المحترفين، احنا فتحنا احتراف واحنا بنعرف الوضع في فلسطين، فرق عالميه وفرق عربيه ودوريات عربيه فيش عندها احتراف، ما عندها احتراف بالشكل هذا، احنا ماخذين الاحتراف بس ماخذين الناحيه الماديه فيه، ماخذ احتراف معناه في كل شيء، في ملاعب، احتراف معناته في دخل جيك، هذا معناه في رعاه، معناه في شركات، هذا الاحتراف. الاحتراف معناه انت في، انت يوم تجيب اللاعب بده يكون في له قميص، من بكره تجيب دخل من وراء القميص، دخل من وراء عائدات التذاكر، دخل من وراء الملاعب تبعتك، يعني هذا الاحتراف الدعايه. بس نعم. احنا هذا الشيء مش موجود عندنا في فلسطين للاسف الشديد، وانا ما بقدر اليوم حتى اللاعبين، احنا بنحكي يعني اللاعبين، اللاعب يعني رواتب اللاعبين شيء يعني لو بتسمع الارقام مصيبه. نعم. يعني مصيبة، يعني بتيجي بتحكي أندية معينة الآن في فلسطين بتدفع رواتب للاعبين بشكل جنوني، يعني لاعب يوم لاعب يتقاضى تقريبا 35,000-40,000 شيكل شهري، وهذا مبلغ كبير كبير جدا. نعم. يعني أنون يعني إحنا بنحكي عن نوادي بتدفع كذا، إحنا بندفع بتحكي عن 35,000 دولار ندفعهم شهريا، بس في نوادي بتدفع 100,000 دولار واللي بتدفع 120,000 دولار شهريا. اجمالا نحن نامل بصراحه ان يكون فعلا هنالك تحركات سريعه على ارض الواقع، والا يتم خساره الحضور الرائع والجميل وايضا المميز لكافه اعضاء
فريق مؤسسة شباب البيرة لكرة القدم، ويتم تدارك الموقف بالشكل اللازم والمطلوب، وحتى لا يتم فك هذا الفريق أو حتى للأسف يعني حله بشكل نهائي. إجمالا نأمل أن نكون بأخبار طيبة وسارة في الأيام القادمة. المدير الفني لمؤسسة شباب البيرة السيد وليد فارس أطلعنا على ماهية الأسباب وراء حل فريق مؤسسة شباب البيرة لكرة القدم في فقرة عالم الرياضة. أشكرك جزيل الشكر، ونواصل مع حضراتكم في مشوارنا وضمن فقراتنا المتنوعة، لكن بعد